I love mommy. شفتون يا صبايا، بدنا كلمة لعيد الأم. أكيد أول شيء بدي عايد كل أمهات سوريا المقاومات يلي أثبتوا جدارة خلال الحرب، بدي عايد كمان كل الماميات الإخبارية السورية، وبدي خص سريعا ماميات القسم الثقافي ميسان حمدان، نور إبراهيم، رح تصير كمان أريج فريزلي، سمر معمو وفرح سليمان، بدي عايدكم كلياتكم، وبدي أقول كل أكيد ريم سليمان، بدي عايد كل الأمهات القسم الثقافي واللي اللي حابين كمان، بدي اقول لعبالي الكل، اكيد بدي خص ماميتي مها، بدي اقول لها كل عام بخير وانت السند ورفيقه والله يخلي لي اياكي طول العمر. بدي عايد كل امهات سوريا، بدي عايد ام الشهيد، بدي عايد ام الجريح، بدي عايد ام المفقود، وبدي عايد امهات كل كادر الاخباريه السوريه، واكيد بدي عايد الماما، بحبك ماما. بالبداية بدي عايد كل أمهات سوريا مثل ما قالوا الزميلات، لأنه أمهات سوريا عبر الحرب كانوا مثال للأم حول العالم، كانت أم الشهيد وأم الجريح وأم المفقود، وكانت سند للرجال بكثير من المطارح، يعني أدت واجبها وأكثر. بدي كمان عايد كل أمهات الإخبارية السورية اللي قدرانين يجمعوا ما بين الأمومة وما بين واجبهم الإعلامي ويكونوا متواجدين لحظة بلحظة معانا. وبشكل خاص بدي عايد الماما مروة، بدي لك كل سنة وانتي سالمة يا رب، وينعاد عليكي وتضلي السند لنا بكل المطارح ورفيقة. بهاليوم بوجه معايدة لكل امرأة سورية، لكل ام سورية، هي عنوان الحياة، عنوان الصمود، عنوان التجدد والبقاء والتجذر بالأرض. وجه بطاقة معايدة لوالدتي اليوم عم نجتمع نحن بذكرى مناسبتين، عيد الأم وعيد المعلم. والدتي مربية الأجيال على امتداد الزمن، بقول كل سنة وأنتي الحب، كل سنة وأنتي الأمل، كل سنة وأنتي الأحلى السيدات الأم السورية. كل عام طبعا وكل أمهات سوريا بألف خير، والدتي بألف خير، وخاصة أمهات الشهداء الغالين علينا واللي نحن يمكن ما بنقدر نتفاعل كتير بعيد الأم ونعيد أمهاتنا، لأنه منحس بالفقد إن كان لأبنائهم أو إن كان بمعاناتهم. كل عام وسوريا هي أمنا الغالي والأم الأغلى والأكبر. بحب إلا لماما ليلى كل عام أنتم بخير، الله يخليلنا ياكي فوق راسنا، أنت يا مثلنا الأعلى، الله يكتر من أمثالك ويخليلنا ياكي وتشوفي أحفادك لسه كمان. بنحب نقول كل عام وكل أمهات سوريا بخير، كل أمهات الشهداء بألف خير، وكل أمهات موظفين الإخبارية السورية بألف خير، وكل عام أمهاتكم بألف خير إن شاء الله. بعيد الأم بقول لها أمي هون بالإخبارية، إذا ما حسنت إجي اللي كل عام بخير بالبيت، فنحن هون بالإخبارية بنقول إليك ولكل أمهات الشهداء كل عام وأنتم بألف خير. بهالمناسبة أكيد بوجه تحية، وهي مو تحية، هي إذا الواحد بيقدم لأمه كل حياته ما بتكفي، فأمي بالنسبة إلي إذا كل عمري بقضيه عم بوفيها ما بوفيها حقها. وبهالمناسبة كمان بهدي كم بقول كل عام وانتم بخير لكل أمهات سوريا وأمهات الشهداء والجرحى اللي كانوا بهي الأزمة موجودين، اللي تحملوا كتير. قلبنا معكم دائما بنحكي لاتنا أولادكم، وبرجع مرة تانية بختم من القلب لأمي بالله بحبك كتير والله يديمك فوق راسنا. بمناسبة عيد الأم يوم كلياتنا عم نحتفل، بدي أقول كل عام وأنت بخير لماما، ماما انتصار، بدي أقول إن شاء الله الله يطول بعمرك يا رب وتضلي ملي علينا الحياة كلياتها والدنيا. بدي عايد كل أمهات سوريا، أمهات الشهداء، أمهات المخطوفين، بدي أقول لهم الله يصبركم ويقويكم. وأكيد بهذا اليوم بدي عايد ابني العباس اللي هو السبب إني حس بهذا الشعور، شعور الأمومة الرائع كتير. بدي أتمنى للكل نهار يكون كتير مميز وسنة كتير مميزة للكل. اليوم بعيد الأم أكيد بدي عايد كل أم سورية، كل أم صبرت وتحملت وكانت السند والقوة لكل عائلتها. وبدي خص بالذكر لماما ماجدة، بقلها كل سنة وأنتي السند والقوة، وكل سنة وأنتي كل الدنيا، بحبك كتير ماما.